اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بضيفي طبعا اللي مشرفني ومنورني النهارده في اول حلقه من برنامج الاشبال، نجم الاهلي السابق طبعا ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مهمه بنتمنى له ان شاء الله فيها كل التوفيق، كابتن خالد بيبو. منورنا يا كابتن خالد. اهلا بيك كابتن سام، عامل ايه؟ وحشني. وانت والله بقالنا كتير ما شفناكش. انا بقالي كتير فعلا بعيد عن الميديا، فالحمد لله يعني ان انا اطلع معاك النهارده في اول حلقه، وطلعت في الافتتاح بتاع قناه النادي الاهلي. وده حاجه انا شايف ان هي كويس قوي في الفتره دي. بقيت بتنام بدري دلوقتي تصحى بدري. 9:30 لازم اكون نايم. 9:30 9:30 10 بالكتير دلوقتي. خلي بالك انت لعيب ما كنتش بتنام بدري خالص. كل بيقول لي لو انت لعيب ما كنت بتنام كده كان في حاجات ثانيه حصلت. زي الكابتن اسامه. منورنا يا كابتن. ربنا يخليك. بقالي سنين معاك وما اعرفش يعني مين اللي اطلق عليك لقب بيبو، او لقب بيبو جه ازاي؟ بص طبعا انا يعني كل واحد في اخواتي متسمى على اسم واحد من لعيبه كوره، يعني لعيبه النادي الاهلي يعني. عيله اهلاويه طبعا. عادل هيكل وكابتن طه اسماعيل، وانا كنت اخر العنقود زي ما بيقولوا كده، وكان ساعتها بقى طبعا انا كابتن خطيب كان في عز مجده يعني. فطبعا كل مصر كانت نفسها تسمي بيبو. فطبعا انا كنت اصغر واحد في العيله، فبيبو بقى مشيت معايا من وانا عندي 4 سنين 5 سنين. كنت متسمي يعني قبل ما العب يعني. يعني وانا صغير لسه سنتين ثلاثه كان الاسم ده قبل بيبو. ما تلعب حتى كوره، قبل ما اي حاجه خلاص. هي بيبو يعني. كان ساعتها طبعا كابتن خطيب اي حد في الدنيا في مصر كان يتمنى ان هو يبقى يتسمى بيبو يعني.